احتفت مدرستان أمريكيتان بتخريج رجلين مسنين من طلابها القدامى لم يتمكنا من حضور حفل تخرج المرحلة الثانوية قبل عقود، وترك جو بيريكون 95 عاما مقاعد الدراسة للمشاركة في الحرب العالمية الثانية عام 1943، في حين لم يتمكن بيل جرادوك 85 عاما من المشاركة في حفل التخريج بسبب مشاركته في الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953، وتسلم بيريكون شهادة الثانوية العامة من مدرسته بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا بعد عودته من الحرب في أوروبا، في حين حصل كرادوك على الشهادة من مدرسته في ولاية تينيسي. وجاء حفل التخرج تكريما لكل من بيريكون وكرادوك بعد عقود من الزمن بعد أن غاب عن حفلي تخرجيهما في عامي 1943 و 1955 على التوالي وفق ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية. والتحق الرجلان المسنان بحفل التخرج الذي أقيم للطلبة الخريجين من الثانوية العامة هذا العام وسط حفوات كبيرة من الحضور وتصفيق حار من الطلبة والمدرسين.